بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد وحصاد الأهلي. صراحة حابب أتكلم في البداية على موضوع الكلام الكبير واللغط الكبير والمعركة الانتخابية و و و و والكلام اللي كل السوشيال ميديا وبعض والكثير من وسائل الإعلام اللي هكرر تاني مرة. جماعة النادي الأهلي عنده ماتش مهم جدا يوم الحد القادم أمام النجم الساحلي في إياب دوري أبطال أفريقيا نصف النهائي. نصف النهائي دوري أبطال أفريقيا نصف النهائي. نصف النهائي يعني إن شاء الله النادي الأهلي يكسب يوصل للفاينل، يكسب إن شاء الله يوصل لكأس العالم للأندية. ده هو اللي موجود جوه النادي الأهلي. دايما النادي الأهلي على مدار تاريخه كلمة معركة الانتخابات دي مش موجودة إلا في الإعلام، وده اللي أنا بقوله لحضراتكم جوه النادي الأهلي. كل الحوار مفيش حوار إلا على ماتش النجم الساحلي، إلا على النادي الأهلي هيعوض غياباته إزاي، مين يقدر يسجل في لقاء النجم الساحلي، والكلام على الانتخابات جوه النادي الأهلي مش أقل يعني أو مش أكتر من إن هو مجرد شوية حوارات، ولكن كل التركيز في لقاء الأهلي والنجم الساحلي. الكلام على الانتخابات موجود ولكن مش بالشكل اللي انتم شايفينه في وسائل الإعلام. مفيش حاجة جوه النادي الأهلي اسمها معركة انتخابية. على مدار تاريخ النادي الأهلي وكل شيء بيقام باحترام تام ما بين الجميع، الكل يحترم الجميع داخل النادي الأهلي، ودائما وأبدا هي دي مبادئ النادي الأهلي وأخلاق النادي الأهلي اللي بيستمر عليها من 110 سنة وحتى الآن. فياريت كل وسائل الإعلام ياريت سيادتك تحط إن النادي الأهلي هيلاعب النجم الساحلي قبل ما أنت تتكلم على أي حاجة تحاول تعمل بيها مشكلة، تحاول تجيب بيها نسبة مشاهدة سواء على موقع سواء على ويب سايت أو حتى في برنامج تلفزيوني. حاجة تانية نخش بقى في الكلام اللي الناس كلها مستنياه والناس بتحبه، وهو النادي الأهلي واستعداداته للنجم الساحلي. النهاردة كان في تمرين للنادي الأهلي أقيم على ملعب التتش في الجزيرة، وغاب عنه أحمد عادل عبد المنعم لإصابته بنزلة برد، وتأكد الفحص الطبي على إصابة حسام عاشور بالعضلة الضمة التمزق فيها وغيابه عن المشاركة في ماتش النجم الساحلي. النهاردة كان في مظاهر ثقة، ملامح ثقة في لعيبة النادي الأهلي، ثقة في طريقة الحوار ما بين اللعيبة وما بين الجهاز الفني. أنا صراحة النهاردة كنت متواجد في التمرين وشفت اللعيبة أسلوبها عامل إزاي، بيبقى باين إحنا هنلعب النجم الساحلي، ولكن الكل عنده أمل وثقة كبيرة جدا في إن النادي الأهلي قادر على إنه يتخطى عقبة النجم الساحلي. أدي وليد سليمان موجود في التمرين عشان بيأكد ان هو جاهز ان شاء الله بنسبه كبيره جدا للحق بمباراه النجم الساحلي، وجود عماد متعب، وجود النجوم الكبار داخل فريق النادي الاهلي. كابتن حسام بدري النهارده كان عنده في ابتسامه الثقه، في هدوء وهدوء التركيز، تركيز لما هو او من هو هيكون بديل حسام عاشور في خط وسط النادي الاهلي. النهارده كان تمرين الاكبر للعيبه اللي لم تشارك في رقاء الرجاء، كان في مرام استشفائي للعيبه اللي كثيره المشاركه. ادي عبد الله السعيد هو كمان جنب وليد سليمان بيظهر في الكادر، احمد ياسر ريان، حسين السيد المنتعش، وايمن اشرف، وعمرو بركات، كل النجوم. انا بتكلم على عبد الله السعيد ووليد سليمان، الناس اللي بتاكد انها ما شاء الله هتبقى يعني جاهزه بنسبه 100% للقاء النجم الساحلي عشان جمهور النادي الاهلي وملايين من محبي النادي الاهلي عبر العالم كله يكونوا مطمئنين على حالة الفريق. كل اللعيبة اللي شاركت في لقاء الرجاء كان عندهم مران استشفائي. أحمد فتحي النهاردة كان مبتسم ابتسامة أنه مبسوط أن دائم التسجيل في مرمى الرجاء، وكان في حوار حتى ما بينه وما بين أنه هو أنا أكتر واحد جبت طول، لا أنت عادلت عمرو جمال، عمرو جمال جاب ثلاث أجوان، فابتدى هو نفسه ثقته في نفسه قال لك بس أنا إيه أشوط كتير هتلاقوني بجيب أجوان كتير. ده الحوارات ما كان يحدث داخل تمرين النادي الأهلي. التوجه العام إن إحنا مركزين ولكن في ثقة بإذن الله إن النادي الأهلي قادر على الرغم من الغياب. الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده بعد حتى إجراء الفحص الطبي لحسام عاشور وتأكد غياب حسام عاشور، ولكن النادي الأهلي ضمن حضر. النادي الأهلي ما شاء الله عنده في قائمته لعيبة كتيرة جدا
قادرة على تعويض اللاعب حسام عاشور، على الرغم أنه واحد من يعني هو مسمار خط وسط في النادي الأهلي، وأيضا من أفضل اللعيبة اللي جت في مركزه في تاريخ الكرة المصرية مش بس في النادي الأهلي. كان في ابتسامة من السولية، كان في أيضا ابتسامة من جميع لعيبة النادي الأهلي، وهي ابتسامة أمل. خلينا نقول ابتسامة أمل أكثر من هي ابتسامة ثقة. النادي الأهلي الكابتن حسام البدري مركز بشكل كبير جدا في لقاء النجم الساحلي. جونيور أجاي كان حاضر دايما بخفة الدم وطريقته، تحس إن جونيور أجاي حتى وهو بيتكلم مع العمال جوه النادي وبيتكلم مع زمايله انه خلاص بقى مصري، ادي حسام عاشور وبدايه دخوله للتمرين عشان يبتدي بقى يخش البرنامج العلاجي. كل الكباتن، كابتن ابو العيله كان له دور كبير جدا جدا النهارده في التدريب اللعيبه اللي ما بتشاركش بصفه اساسيه، وايضا وجود انيس الشعلالي طبعا المدرب اللياقه البدنيه او الاحمال البدنيه داخل الجهاز الفني للنادي الاهلي. كابتن سعد عبد الحفيظ كان فيه برضه تركيز كبير جدا، واتكلم ان اللعيبه مركزه بشكل كبير جدا عشان تتخطى عقبه النجم الساحلي. وايضا الفوز برباعيه في لقاء الرجاء ادى انطباع جيد ان لعيبه الاهلي ابتدت واحده واحده كمان ماشيه في مشوار الدوري العام، وفي نفس الشيء في بطوله افريقيا باذن الله يكون الاهلي قادر على التعويض. خلينا اتكلم مع حضراتكم في ان الكابتن حسام البدري من دخول رامي ربيع في خط الوسط في لقاء الرجاء ابتدى يبص لكل الحلول، عنده هشام محمد، عنده رامي ربيعه، في صالح جمعه، في لعيبه تقدر بالاداء التكتيكي للكابتن حسام البدري انه يكون متواجد بشده بديل قوي في خط الوسط، ويكون خط داعم جدا 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 لخط الهجوم. النادي الاهلي بيلعب على الفوز سواء داخل الارض او خارج الارض، وبيعتمد طبعا على عامل الجمهور اللي كل من في النادي بيتكلموا عن حضور الجمهور. الناس بتتكلم على حضور الجمهور اكثر من بتتكلم على الانتخابات، لان النادي الاهلي عنده لقاء مصير في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. انا دايما هكرر هذه الجمله عشان الكل اللي بيتكلم في حوارات ثانيه بعيده تماما عن الواقع يركز ان النادي الاهلي عنده ماتش مهم جدا في بطوله هي الاهم وهي الاحب بالنسبه لجماهير الكره المصريه بصفه عامه، وجمهور وقلوب عشاق النادي الاهلي بصفه خاصه. ده كان ابرز ما جاء في تمرين اليوم. وخلينا برضو نتكلم على موضوع تجهيز البدائل. رامي ربيع كان عنده تمرينات ايضا في استشفائيه، اللعيبه اللي شاركت في ماتش الرجاء كلهم باكملهم كان عندهم تمرين استشفائيه. مؤمن كان مبسوط الصراحه وسعيد بالهدف الجميل اللي احنا حتى في الحصاد امبارح تحدثنا عن ان ازاي لاعب بقدراته وامكانيات مؤمن يقدر يحل ويقدر يستلم بالرجل الثانيه او الرجل العكسيه، ان هو لعيب بيلعب بالقدم اليمنى ازاي يستلم برجله الشمال ويفتح لنفسه المساحه ويجيب هدف كمان برجله الشمال، وتيجي في الاخر تشوف ان مؤمن ما شاء الله في صدارة هداف النادي الأهلي في الدوري ومن أكثر اللعيبة اللي أحرزت أهداف في الدوري العام. مؤمن زكريا وارد جدا إنه يكون له أدوار في لقاء النجم الساحلي بإذن الله. كل ده ما جاء في تمرين اليوم. الكل داخل النادي الأهلي يركز في لقاء إياب النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا، وإن شاء الله النادي الأهلي يكون منتصرا. أكمل كلامي مع حضراتكم وبننقل لكم ما يحدث في الانتخابات بالأوراق الرسمية. تقدم اليوم السيد إلهامي عجينة رسميا عضو مجلس النواب بأوراق ترشحه في انتخابات النادي الأهلي المقبلة، وكان تم تسجيل اسمه ضمن المرشحين على مقعد رئاسة النادي، وكان باب الترشح للانتخابات كان افتتح يوم الأحد الماضي، وإن شاء الله الانتخابات هتجرى يوم 30 نوفمبر المقبل. وبرضو نفكر حضراتكم أن سبق أن السيد محمد ثابت عثمان فضل الله تقدم بأوراق ترشحه على مقعد الرئيس ليكون أول المرشحين اللي تم تقدمهم رسميا، وأيضا السيد خالد سليمان المحامي بمحكمة النقد الأوائل الإدارية والدستورية العليا تقدم بأوراق ترشحه على منصب العضوية. احنا هنا بنتكلم عن من ترشح رسميا وداخل النادي الاهلي، احنا ما بنتكلمش هنا على تكونات قناه النادي الاهلي، بتتكلم على الحاجات الرسميه وكل همسه وكل لمسه بتحدث داخل النادي الاهلي. يعني ان شاء الله موضوع الانتخابات يعدي على خير. برضو هرجع اقول لحضراتكم ان الانتخابات ان شاء الله يوم 30 نوفمبر المقبل باذن الله، ويا رب يا رب يا رب فريق الكوره يحقق انجازاته ويكون بعيد عن امور الانتخابات.
نروح للدوري العام الممتاز. بكرة إن شاء الله هتنطلق أربع مواجهات هنقولها لحضراتكم. والخميس غدا الخميس هتكون أربع المواجهات قوية للغاية. فريق طلائع الجيش هيلاعب طنطا على ملعب جهاز الرياضة العسكري. طلائع الجيش مع كابتن أحمد سامي الصراحة مقدمين موسم لا بأس به، وعنده لعيبة أفارقة الصراحة، اتنين بيلعبوا أجانب في نص الملعب سواء اللاعب أونيانجو أو اللاعب مبارك وساع لاعب أوغندا، الاثنين صراحة عاملين حالة جميلة جدا في خط وسط طلائع الجيش. طلائع الجيش في المركز ال 12 برصيد 6 نقاط، أما طنطا فهو واخد نقطة من فريق الزمالك وأيضا عنده 6 نقاط، فمباراة ما بين اثنين عندهم نفس المراكز، فارق الأهداف بس هو اللي بيفرق ما بينهم بين الترتيب، هيكون ماتش على أعلى مستوى. أيضا الماتش اللي جاي بالنسبة للفرقتين اللي صاعدين من الدوري الممتاز دي للممتاز ألف، الماتش ده بست نقط. مواجهة النصر والأسيوطي، النصر مع كابتن خالد عيد، الأسيوطي مع كابتن علي ماهر. النصر في المركز ال 15 وعنده 3 نقاط، أما الأسيوطي في المركز ال 13 وعنده 5 نقاط. الأسيوطي حتى الآن واخد 5 نقاط من 5 مباريات، ودي حاجة تحسب له. كابتن علي ماهر عامل حالة ذات الفريق الأسيوطي، بيلعب كورة، بيحاول يلعب كورة، بيحاول يلعب لقدام، بيحاول يقدم أداء في كرة جميلة، بيحاول يقدم جمل على قد اللعيبة اللي قدر أنه يتعاقد معه، لكن حتى اللعيبة اللي تعاقد معها مدياله شكل في فرقته، والصراحة له كل الاحترام والتقدير. وإحنا بنقدر طبعا واحد من أبناء النادي الأهلي، ده أول حاجة. الحاجة الثانية أنه بيحاول أنه يقدم كرة جميلة مع فريق صاعد للدوري الممتاز، والصراحة الفرقة اللي صاعدة للدوري الممتاز ومعتمدة أنها بس تكون متواجدة هتخسر. اللي ما بيلعبش كرة قدم في الكرة الحديثة هيخسر وهيهبط، أنا بقولها لحضراتكم بكل صراحة. الناس اللي معتمدة أنه هو يقفل ويلعب مرتدات ويخطف له حاجة على طوال الموسم، وده أسهل حاجة في كرة القدم، برضه هيفضل يدافع لحد إمتى؟ في الآخر شباكه هتستقبل أهداف. ولكن الأسيوطي الصراحة مع كابتن علي ماهر حاجة تانية. النصر كابتن خالد عيد مواجهة هتبقى قوية جدا عليه، لأنه هيلاعب فريق من الناس اللي هتنافسوا بعد كده على صراع البقاء، فهذا اللقاء لقاء بست نقاط، وده كان كلام حتى كابتن علي ماهر معايا في استاد الأهلي. اللقاء التاني عندنا مصر المقصة وإمبي، مواجهة بقى إمبي والكابتن إيهاب جلال قيادة فنية بعد الكابتن طارق العشري، واول لقاء له امام مصر المقصه اللي صنع اسم الكابتن ايهاب جلال كمدير فني الكل يعلمه. كابتن ايهاب جلال كان عنده تجربه مع تليفونات بني سويف وصراحه كان ناجح فيها، ولكن في ام بي ابي الاسيوطي والمباراه امام المقاولين العرب كنت لسه بتكلم مع حضراتكم، ونجح في انه يتعادل مع المقاولين العرب، ودي ضربه الجزاء الشهيره اللي خبطت في رجل اوكا مرتين، وكان لينا برضه السبق ان احنا نقول هي ليه لم تحتسب كضربه جزاء وتم احتسابها كضربه حره مباشره. هدف التعادل محمد سمير لاعب المقاولين وكان لاعب الاهلي السابق، كان برضه في منتهى الجمال، وده مواجهه المصري البورسعيدي مع مصر المقاصه. هرجع تاني مصر المقاصه بقى مع كابتن مؤمن سليمان، وحوار امام فريق إمبي مع كابتن ايهاب جلال. مصر المقاصه مع كابتن مؤمن سليمان في المركز ال 17 برصيد نقطه واحده من 4 ماتشات، صراحه هتبقى مواجهه قويه جدا لمصر المقاصه، واللي فوقيه إمبي في المركز ال 16 برصيد 3 نقاط. الصراحه لما تيجي بعد 4 أو 5 جولات وتشوف ان إمبي ومصر المقاصه بهذا العدد من النقاط يبقى في حل. اولا كابتن ايهاب جلال لما تولى الاداره الفنيه لفريق إمبي، اي مدير فني بيبقى بيتمنى انه يمسك فرقه من فرق المؤسسات. ليه؟ اولا مفيش ضغط ناحيه الجماهيريه، النادي الاهلي وانديه كبيره لما لعيب بيعمل باس غلط الدنيا كلها بتقوم مطاش، مش هقول لك لعيب ما بيجيبش جوان، ممكن ماتش تبقى فيه متسيد وتنتهي نتيجته تعادل او نتيجه معاكسه الدنيا برضو تتقلب وما تقعدش، ولكن انديه المؤسسات او انديه الشركات بيبقى فيها الامور بعيده تماما عن الضغط الجماهيري، فبتبقى الدنيا الى حد ما مستقره، وايضا بيبقى فيه استقرار مادي فبيقدر يجيب اللعيبه اللي هو حابب ان هو تكون معاه، فبيكون مركز جدا 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 بفرقته، وبتبقى الضغوط متشاله عليه تماما. فده اللي قاله حتى كابتن ايهاب جلال انه ليه فضل إمبي عن باقي العروض اللي جت. على الجانب الاخر مصر المقاصه مؤمن سليمان، كابتن مؤمن سليمان طبعا مع كل الاحترام والتقدير وحفظ الالقاب، عنده مواجهه صعبه بالنسبه له، وصعوبتها ان هو هيواجه
الكابتن ايهاب جلال اللي هو اكس مقصه اللي هو حقق معاهم المركز الثاني اللي هو ذهب بيهم الى دوري ابطال افريقيا لاول مره في تاريخهم، فهو ده اللي هيعمل سخونه لهذا اللقاء اللي هيبقى منتظر من كل الجماهير. ايضا نروح للاتحاد السكندري والانتاج الحربي. صراحه الاتحاد السكندري مع الكابتن هاني رمزي اصبح له هويه في المركز ال11 في برصيد 6 نقاط، وفريق الانتاج الحربي في المركز السادس برصيد 8 نقاط. وايضا بعد 5 ماتشات الانتاج الحربي فريق له هويه وهويه كويسه جدا. اول حاجه ان بيقدم لنا هداف للكره المصريه اسمه عمر السعيد، واحنا برضو كان لينا الصدق من فضل الله ان احنا نتحدث عنه في قناه النادي الاهلي، ان ده واحد من ابرز نجوم خط الهجوم في الكره المصريه مش بس في فريق الانتاج الحربي. وبنتمنى من هيكتور كوبر مدير فني منتخب مصر انه ينظر بشده الى هذا اللاعب، مشروع نجم كبير جدا قد يكون قادر على قياده الهجوم منتخب مصر في الفترات المقبله. الكابتن مختار من الكباتن اللي هم عندهم المدربين اللي عندهم خبره في الدوري الممتاز كبيره جدا، بيحاول يلعب كوره على قد اللي موجود. وايضا فريق الانتاج الحربي بيقدم له الدعم اللي موجود، وهو كان عنده تجربه معاه في الموسم السابق بعد ما تولى القياده الفنيه بعد كابتن شوقي غريب، ومستمر معاهم هذا الموسم، فمقدمين هويه قويه لفريق الانتاج الحربي. الناحيه الثانيه قلت لحضراتكم ان الكابتن هاني رمزي مع فريق الاتحاد اصبح فريق لا باس به. يوم الجمعة عندنا بتروجيت ووادي دجلة، أيضا أحمد حسام ميدو ومواجهة قوية جدا مع كابتن محمد يوسف، وأحمد حسام ميدو عايز يرد بقى على علامات استفهام كبيرة جدا، لكن حتى في حواره بيقول أنا ووادي دجلة عندي مشروع كويس جدا برضه ما عليهوش ضغوط وعنده الإمكانيات، فالدنيا أو الأجواء مساعداه إنه يقدم مستويات أفضل من كده، وشكر في قطاع الناشئين. سريعا هاخد بقية المواجهات، الرجاء والمصري البورسعيدي، الاسماعيلي والداخليه. طبعا الرجاء مواجهه قويه امام المصري البورسعيدي، الاسماعيلي والداخليه ده برضه هيبقى لقاء قوي جدا لا تستهينوا بفريق الداخليه مع الكابتن علاء عبد العال، وتختتم بالزمالك وسموحه واشتراكه المدير الفني التشيكي لفريق سموحه امام المدير الفني المونتينيجري لفريق الزمالك، وقياده اوروبيه ولكن بين اقدام الزمالك وسموحه. لقاء هيبقى مهم جدا، وطبعا لقاء المقاولين والعرب، المقاولين العرب والنادي الاهلي تم تاجيله عشان النادي الاهلي عنده ماتش مهم جدا في غياب دوري ابطال افريقيا متاخر بهدف، ان شاء الله يحرز هدف ويتاهل للادوار المقبله باذن الله. نروح سريعا كده قبل ما اطلع لدوري ابطال اوروبا، هجيب لكم توابع الاهلي. رئيس نادي الترجي التونسي بيطالب اللاعبين بتخطي الهزيمه امام الاهلي في دوري ابطال افريقيا والتركيز في الدوري التونسي. طبعا انتوا عارفين ان بعد هزيمه النادي الترجي التونسي امام النادي الاهلي تم اقاله المدير الفني فوزي البنزرتي، وايضا رئيس النادي كان تقدم باقالته، وايضا عاد مره ثانيه وكان في جلسه ما بينه وما بين رئيس الجمهوريه السيسي عشان يعود مره ثانيه لمكانه كرئيس النادي، والبنزرتي كان تقدم استقالته ولكن تم تجديد الثقه فيه مره ثانيه. الراجل بيقول انه يتعين على اللاعبين تحمل مسؤولياتهم الكامله امام النادي الذي يلفي بالتزاماته تجاههم باستمرار بشكل منتظم، وايضا بذل افضل ما لديهم لاستعاده الثقه ورفع الوان النادي عاليا في اقرب وقت. وبرضه هقول لحضراتكم ان مواجهه النادي الاهلي امام الترجي التونسي كانت يعني صعبه جدا للغايه على التوانسه، والحاجه الملفته للنظر ان الجماهير النجم الساحلي اللي كانت بتؤازر النادي الاهلي وبعد كده بقى النجم بيلاعب النادي الاهلي، كل تونس التفت حول النجم الساحلي. نتمنى ان كل مصر تلتف حول النادي الاهلي في مواجهته المصيريه امام النجم الساحلي يوم الاحد المقبل، وهو ده العنوان اللي يجب ان يتصدر كل وسائل الاعلام اكثر من عناوين الكلام عن الانتخابات. نتمنى ان النادي الاهلي ان شاء الله قادر على التعويض، النادي الاهلي عنده نجوم كبار قادره على التعويض والعوده باذن الله في لقاء برج العرب، وان احنا نكمل بقى كعقده تونسيه لكل الانديه التوانسه، لان انا بقول لحضراتكم الناس التفت حول النجم لان النادي الاهلي دائم الفوز في رادس في تونس، ولكن ملعب سوسه يمكن لحد دلوقتي لسه معقرب. كل الامنيات مره ثانيه هنفضل نتمنى ان شاء الله
وندعي ليه النادي الاهلي، وايضا النادي الاهلي قادر بنجومه وقيادته الفنيه وايضا مجلس ادارته اللي صراحه ما بيتاخرش على النادي في اي شيء بتخطي يعني عقبه النجم الساحلي في دوري ابطال افريقيا باذن الله. نروح لدوري ابطال اوروبا الشامبيونز ليج، البطوله الاقوى في العالم. اتكلم الاول على المواجهات الساخنه وهبداها بمواجهه ليفربول وماريبور في طبعا دوري ابطال اوروبا. محمد صلاح بسم الله ما شاء الله بقى حاجه ثانيه. محمد صلاح بسم الله ما شاء الله اصبح السوبر هيرو بالنسبه لفريق ليفربول، وبيحرز هدفه العاشر في الشامبيونز ليج في كل في تاريخ مواجهاته. راجل مصري بيحرز 10 اهداف في الشامبيونز ليج. افتكروا الاهداف، لان انت دلوقتي تيجي تتكلم على كريستيانو رونالدو بتقول لك جاب كم هدف في الشامبيونز ليج، ميسي جاب كم هدف في الشامبيونز ليج. دلوقتي انت عندك لعيب مصري وصل ل 10 اهداف في الشامبيونز ليج، هو محمد صلاح منذ بدايه ظهوره مع بازل وانتقاله لفريق اس روما. طبعا هو في فيرنتينا لعب في الدوري الاوروبي، ولكن مع روما ومع بازل مع ليفربول مع تشيلسي لعب في الشامبيونز ليج، ولكن لم يحرز مع تشيلسي اي اهداف في بطوله دوري ابطال اوروبا، ولكن احرز مع ليفربول هدفه الرابع هذا الموسم امام فريق ماريبور اللي كسبوه 7 اهداف مقابل لا شيء. ابتداها محمد صلاح عمل اسيست ليفرميني في الدقيقه 4، ثم كوتوني في الدقيقه 13، ثم محمد صلاح بيحرز هدفين في الدقيقه 19 في الدقيقه 40 قبل ان يعود فيرمينيو لاحراز الهدف الخامس، ثم يحرز السادس تشيمبرلين، واللاعب ارنولد الباك اليمين بيحرز في الدقيقه 90. ماريبور الفريق السلوفيني كان على ارض وسط جماهير، ولكن بالنسبه لفريق ماريبور انه يلعب في الشامبيونز ليج ده انجاز، وشايفين الملعب ما فيهوش قدم. حتى بعد ما ليفربول تفوق بفارق 4 أو 5 اهداف مفيش حد في الملعب مشي، لان بالنسبه له ان هو يكون في تشامبيونز ليج ده بالنسبه له انجاز كبير جدا. اروح لماتش ريال مدريد وتوتنهام هوتسبير الانجليزي، وتعادل اكثر من مهم بالنسبه لفريق توتنهام. تعادل في الدقيقه 28 اللاعب كريستيانو رونالدو، ابتدى في الدقيقه 28 فاران بعد ما اخطا الكره اللي كان بيحاول هاري كين انه يلعبها بكعبه، ولكن جت في خبطت في فاران ودخلت مرماه، ثم الدون كريستيانو رونالدو يحرز هدف الريال في الدقيقه 43، وبنزيما ويوجو لوريس حارس مرمى توتنهام شال فرص من بنزيما ما تتشالش، وفي الاخر استطاع توتنهام انه يقتنص نقطه ويتساوى مع النقاط مع ريال مدريد ب7 اهداف، وتوتنهام ب7 اهداف ب7 نقاط، وده ب7 نقاط. خليني برضه اقول لحضراتكم ترتيب مجموعه ليفربول. ليفربول في المركز الاول ب5 نقاط، بعديه سبارتاك موسكو. سبارتاك موسكو كسب اشبيليه الاسباني ب5 اهداف مقابل هدف، ودي بالنسبه لانديه اسبانيا اشبيليه دايما بيكسب الدوري الاوروبي، اشبيليه دايما من الفرق اللي عندها خبره اوروبيه كبيره جدا، واسبانيا في كره القدم من ترتيب او التصنيف الاول في اوروبا، ولكن سبارتاك موسكو في موسكو في دخول بقى البرد، كل ما البرد يزيد كل ما هتلاقي فريق سبارتاك موسكو على ارضه وسط جماهيره هيعمل نتائج قويه جدا، وكسب ب5 اهداف مقابل هدف، وبقى في تاني المجموعه برصيد 5 نقاط، واشبيليه في برصيد 4 نقاط، وماريبور في الاخر. المواجهه بقى ليفربول مع سبارتاك موسكو، وهتبقى فاصله. ليفربول عايز يتصدر المجموعه، سبارتاك موسكو واشبيليه بيهيقتلوا بعض على من سيكون الثاني. الناحيه الثانيه مجموعه ريال مدريد، بروسيا دورتموند بيتعادل مع ابويل نيكوسيا الافروسي بهدف مقابل هدف في أوبروس، ودورتموند في المركز الأخير وفارق الأهداف، ودي حاجة صعبة جدا على جمهور بروسيا دورتموند، ولكن دورتموند في المواجهات القادمة بقى عشان يتأهل للدوري الأوروبي لازم يفوق أكتر من كده، وصراع الصدارة خلاص أصبح ما بين توتنهام وريال مدريد. والصراحة الأندية الإنجليزية هذا الموسم شكلها هتبقى حاجة تانية، وأنا بتكلم أمامكم مانشستر سيتي اللي استطاع أن يتفوق على فريق نابولي الإيطالي بهدفين مقابل هدف. رحيم ستيرلينج وجابرييل خيسوس أحرز لمانشستر سيتي، واللاعب أمادو ديارو أحرز هدف نابولي، وعلى فكرة جوارديولا وساري، جوارديولا إسباني وساري إيطالي، ولكن الاثنين وحتى خاصة ساري، جوارديولا عنده فلسفة برشلونة البوزيشننج والتيكي تاكا، خلى مانشستر سيتي إنك تشوفه زي برشلونة،
خلى بايرن ميونخ لما كان بيدربه انك تشوفه بيلعب كره جميله زي برشلونه. ولكن ساري صراحه هذا المدرب لا ياخذ حقه كثيرا في وسائل الاعلام. نابولي احسن فرقه في ايطاليا بتلعب كره، غير ان هو متصدر الدوري. طريقه تتفرجوا على فريق نابولي مش هتحسوا ان ده فريق ايطالي، هتحسوا ان ده فريق اسباني او الماني بسبب هذا المدرب اللي عشان الكره الايطاليه ترجع الى المسار الصحيح يجب ان يكون مديرا فنيا لانديه اكبر من نابولي من الناحيه الماديه او للمنتخب الايطالي. اروح سريعا لبقيه المواجهات. موناكو يسقط امام بشكتاش بهدفين مقابل هدف، وده كان بيلعب على ملعب لويس الثاني في موناكو. ولايبسيك الالماني يقتنص فوزا صعبا على اف سي بورتو البرتغالي بثلاث اهداف مقابل لا شيء. ده نتيجه اهداف او نتيجه المباريات. عايز اقول لحضراتكم انه بشكتاش متصدر مجموعه جي على لايبسيك 9 نقاط، بشكتاش لايبسيك 4 نقاط، واف سي بورتو ب3 نقاط، موناكو بنقطه واحده. ولكن هقول لحضراتكم ما بين الاخير والثاني 3 نقاط. المواجهات اللي جايه هتتغير شكل هذه المجموعه تماما. مانشستر سيتي في الصداره وشختر دونيسك الاوكراني ب6 نقاط، نابولي 3 نقاط، وفاينل روتردام الهولندي 0 من النقاط. واعتقد ان نابولي وشختر هما اللي هيتنافسوا على الصداره ايضا مع مانشستر سيتي في هذه المجموعه. صراحه الشامبيونز ليج هذا الموسم حاجه ثانيه خالص. اخد حضراتكم للمواجهات اللي هتتلعب غدا بكره من اول 4 مجاميع. هي اللي هتلعب النهارده الاربع مجاميع الثانيه، هي اللي لعبت اللي هي من الخامس وحتى الثامن. بكره هيلعب من الاول للرابع ماتشات بقى في منتهى القوه. اتلتيكو مدريد هيلعب كارباخ الاذربيجاني، تشيلسي هيلعب روما الايطالي، اليوفي هيواجه سبورتنج لشبونه البرتغالي، اليوفي الايطالي طبعا، برشلونه امام اولمبياكوس اليوناني، بايرن ميونخ هيلعب سيلتيك الاسكتلندي، سياسكا موسكو الروسي هيلعب بازل السويسري، واندرلخت البلجيكي هيلعب باريس سان جيرمان البي اس جي، وبنفيكا امام مانشستر يونايتد. مواجهه هتبقى مش سهله على فريق مانشستر يونايتد، خاصه ان هم هيلعبوا بنفيكا على ارض وسط جماهيره، والكل يبحث على الصداره، خاصه ان تشامبيونز ليج هي اللي بتحدد مستوى الفرق في والتصنيف الاوروبي للفرق داخل التصنيف الاتحاد الاوروبي لكره القدم، وهي الاقوى في العالم. ده كان اخر خبر معايا النهارده، حتى القاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.